غادي تادابتو حتى مع الجمهور، لان كاين بعض اللاعبين اللي ما كانوش يلعبوا مع الرجاء البيضاوي بحضور هذه الجماهير الكبيره، فتنظن بانه بعد مباراه ان شاء الله حتى اللاعبين غيتادابتو مع الجمهور، غيتادابتو ان شاء الله مع النتائج باش نحققوا نتائج الجمهور، لان الجمهور تيحب الرجاء، تيحب اللاعبين، تيحب الرجاء، وتنشوفوا انه تيشجع اللاعبين، ومن شجنا هدف وانتصار راه خرج راضي على الفريق. لا هو تيبان لك مستوى عادي، اي حقا انه تقدر انت تكون غير راضي على المستوى ديال الفريق الرجاء البيضاوي اليوم، لانه اليوم ماشي غير راضي ولكن المستوى ما كيبشرش بالخير. لا انا غادي نجاوبك، انا نجي لك لانه يقدر انه اليوم تتشوفوا ماشي في المستوى ياك، ولكن نقدر انه من يدوز الربع النهائي شتي الموسم الماضي في كاس الكاف مشينا وفزنا بمباراه كبيره، رغم انه كاينين الفرق اللي كبيره بحال الاهلي بحال الزمالك بحال الفرق اللي كبيره، ولكن حتى فريق الرجاء البيضاوي راه تكبر بعد المباراه.